أنه ما هي خصوصية الغيبة حتى يكون لها آية خاصة، حتى يكون لها حكم خاص. السؤال اللي يسبق هذا السؤال: ما الحاجة إلى الإمام المعصوم؟ الإمام المعصوم ماذا يشكل بالنسبة إلى المجتمع؟ ماذا يشكل في عمق حياتنا نحن؟ الآن إحنا عندنا إمام وهو الإمام الثاني عشر، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هو غائب عن أنظارنا، يعني لا نراه، بمعنى يمكن نتكلم ليلة غد شنو معنى الغيبة. هل هو يعني غيبة تامة بحيث لا يمكن أن نراه، أو أنه هناك سبل لرؤيته؟ شنو طبيعة هذه الغيبة التي غاب فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هل نحن الذين غيبناه أو هو الذي غاب عنا؟ شنو الأسباب وراء ذلك؟ لكن الشيء المؤكد أننا لا نحرم في غيبته من فائدة الإمامة، جوهر الإمامة. لهذا الأئمة سلام الله عليهم شبهوا وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، صوروه بالشمس. الشمس مرات تحجب بالغيوم، صحيح؟ الشمس موجودة لكن الشمس محجبة بالغيوم. إذا حجبت بالغيوم باقي زين تأثيرها، يعني ما يصطلح عليه اليوم مثلا في العلم الحديث البناء الضوئي، موجود أو مو موجود؟ موجود. تأثيرها على الكون موجود، تأثيرها على الإنسان، تأثيرها على النبات. صحيح قد الغيم قد يصنع اختلاف مثلا في المناخ، في البرودة، في الحرارة، لكن في الشعور كذلك. لكن الشمس لا يمكن أن يسترها السحاب،